خلال اتصال هاتفي، السيسي يقدم التعازي لخادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادث حريق مستشفى جرزان العام. الجامعة العربية تدين التوغل التركي في العراق وتعتبره اعتداء على السيادة العراقية وتطالب بسحبه الفوري دون شروط. استعدادات لخروج الآلاف من مسلحي داعش وجبهة النصرة من مخيم اليرموك في دمشق بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة. مرحبا بكم إلى نشرة العاشرة الإخبارية على شاشة النيل. إلى التفاصيل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، أعرب خلاله عن خالص التعازي والمواساة باسم مصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث حريق مستشفى جيزان العام. كان الحريق الذي اندلع في وحدة العناية المركزة وقسم النساء والتوليد بالمستشفى أسفر عن مصرع 25 شخصا وإصابة 123 آخرين. في واحدة من أسوأ كوارث المرافق العامة السعودية، لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 123 آخرون بجروح على الأقل، وذلك إثر اندلاع حريق بأحد مستشفيات مدينة جيزان الواقع جنوب المملكة. السلطات السعودية قالت إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق مستشفى جيزان العام المكون من 3 طوابق حدث نتيجة ماس كهربائي بالدور الأول، مشيرة إلى أن 22 من الوفيات هم من المرضى واثنين آخرين هما من العاملين. السلطات السعودية قالت أيضا إن الإصابات لم تكن حرجة لأنها لم تتعرض لحريق مباشر بل كانت بسبب استنشاق الدخان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوامر صدرت بتشكيل فريق للتحقيق والوقوف على سبب وقوع هذا العدد الكبير من الوفيات. تقارير صحفية كانت قد ذكرت أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغا في تمام الساعة 2:10 من صباح الخميس عن وقوع حادث حريق بمستشفى جيزان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة، مشيرة إلى أنه تم انتقال 4 فرق من مدينة جيزان وتم دعمها ب17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم. وتعد مدينة جيزان موقع هذا الحادث المروع هي محور خطة تنمية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لتطوير اقتصادها المحلي عن طريق تشييد مجمع صناعي ينتج ويستخدم المنتجات النفطية في التصنيع، وهي أيضا نالت الكثير من آثار عدوان الحوثيين منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الهادفة إلى إعادة الشرعية في اليمن. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لليمن وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر بما في ذلك أمن مضيق باب المندب. وشدد السيسي خلال لقائه عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني على أهمية الالتزام بمبادئ الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما شدد الرئيس على دعم مصر للجهود الرامية لتجاوز اليمن أزمته الحالية والتوصل إلى التوافق المنشود بين الأطراف السياسية وقف الصراع الحالي. عقد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة السداسية لسد النهضة الإثيوبي اجتماعات مكثفة من أجل بلورة رؤية مشتركة وموقف موحد بين كافة الجهات المعنية. تأتي هذه الاجتماعات استعدادا لاجتماع الجولة الثانية للجنة السداسية المقرر عقده يومي الأحد والاثنين القادمين بالعاصمة السودانية الخرطوم وبحضور وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا. وقال مصدر مسؤول بملف حوض النيل وسد النهضة إن الاجتماع السداسي المقرر
المقبل سيعقد في موعده، وليس هناك نية لدى أي طرف لإلغائه أو تأجيله رغم التطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن عقد الاجتماع في موعده من شأنه إيصال رسالة هامة من أجل إزالة الشكوك ودعم الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالي إعادة انتخابات اتحادي طلاب مصر بعد نظر الطعون المقدمة من اتحادي طلاب جامعة الزقازيق. وقالت اللجنة إنه تم فحص الطعون المقدمة على الانتخابات المنتهية حديثا، وتقرر أيضا قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق وإعادة الانتخابات بها، مما يترتب عليه بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر. من جانبها أوضح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أن انتخابات الجامعات أجريت بنزاهة واعتمدت بالفعل، إلا أن إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية هي بسبب خطأ إجرائي. اعتبر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في ختام أعمال دورته غير العادية أمس بإدانة التوغل العسكري التركي داخل العراق ومطالبة أنقرة بسحب قوتها على الفور من الأراضي العراقية بأنه قرار يشكل إنجازا عربيا تم الإجماع عليه ويعكس حسا عربيا يرتقي لمستوى المسؤولية. من جانبها أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر المطالب بسحب القوات التركية من العراق دون قيد أو شرط. بناء على طلب رسمي من العراق لمناقشة التدخل التركي العسكري في الأراضي العراقية، عقدت الجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الإمارات وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. نحن عليه الآن امتداد العلاقات مع كل الدول، وكانت تركيا في المقدمة لأنها دولة جوار جغرافي، واستراعينا استحقاقات التاريخ والجغرافيا والموارد الحيوية. أرجو أن يفهم هؤلاء الأخوة، نحن لازلنا حريصين على إبقاء العلاقة طيبة مع الدول الجوار جميعا ومن ضمنها الجمهورية التركية، لكن ذلك لم ولن يعني أننا نتسامح بهتك سيادتنا. أكد وزير الخارجية سامح شكري إدانة مصر لتوغل القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، مشددا على أنه يمثل انتهاكا واضحا لسيادة العراق. إن مصر تشدد على ضرورة قيام تركيا على وجه السرعة بسحب جميع قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية دون قيد أو شرط أو مماطلة، وأن تؤكد مساندتها التامة لمساعي الحكومة العراقية لحشد التأييد العربي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية الشقيقة. أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن إدانته للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. يقرر الإعراب عن إدانته للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. طالب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تبليغ قرار المجلس بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن، كما طالب المجلس من العضو العربي في مجلس الأمن متابعة الطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية. منذر أبو دوح، النيل. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوصل تنظيم داعش والقوات الحكومية إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة يقضي بخروج الآلاف من عناصر التنظيم وعائلاتهم وجبهة النصرة من مخيم اليرموك والحجر الأسود بجنوب العاصمة دمشق. أضاف المرصد أن الاتفاق ينص على توفير ممر آمن للمسلحين وعائلاتهم إلى الرقة مع معقل داعش. وسط المواجهات المسلحة المستمرة بين جميع الأطراف في سوريا، تقدم اتفاقات الهدنة في بعض المناطق فرصة لإنقاذ المدنيين وفك الحصار عنها. مخيم اليرموك في واحدة من أكبر عمليات الإخلاء للمقاتلين يستعد لصفقة جديدة بين مقاتلي داعش وجبهة النصرة من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى لإخراج بعض مقاتلي داعش والنصرة من الحجر الأسود وبعض المناطق بأحياء دمشق الجنوبية.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة يشمل توفير ممر آمن لخروج نحو 5000 مقاتل من داعش وعائلاتهم من المخيم إلى مناطق نفوذه في الرقة وشمال سوريا، كما ينص الاتفاق على إدخال المساعدات إلى المخيم والحجر الأسود والقدم والتضامن فور خروج المسلحين منه. وكان تنظيم داعش قد نفذ عملية اجتياح للمخيم الفلسطيني، ما تسبب في فرض القوات الحكومية حصارا على المخيم لنحو عامين. ويشكل اتفاق خروج المسلحين من مخيم اليرموك أحد أهم اتفاقات الخروج الآمن بين المسلحين والقوات الحكومية، والتي كان من بينها اتفاقات الزبدان وحمص، والتي كان بعضها برعاية تركية وإيرانية. طالب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي الصين بلعب دور أكثر فعالية في محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك عقب لقاء رضائي بوفد صيني في طهران. تزامنا أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يزور بكين حاليا على ضرورة وقف تدفق المسلحين من تركيا والأردن إلى بلاده لدعم مفاوضات السلام على حد قوله. كان المعلم قد أعلن من بكين استعداد النظام السوري للمشاركة في محادثات مع المعارضة المزمع عقدها في جنيف الشهر المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ينتظر أن يرى لائحة أعضاء وفد المعارضة الذي سيشارك في المفاوضات. كثفت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة غاراتها ضد مواقع تنظيم داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لدعم العملية التي يقوم بها الجيش العراقي لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. في غضون ذلك أعلن قائد طيران الجيش العراقي الفريق أول حامد عطية المالكي بأن القتال في المدينة يقترب من المرحلة النهائية، وهي تحرير الرمادي من الداخل وتطهير الشوارع والمنازل. بسبب العبوات والكمائن الناسفة ووجود مدنيين محاصرين، تواصل القوات العراقية التقدم ببطء لتحرير مدينة الرمادي التي يتحصن فيها بقايا عناصر تنظيم داعش. اشتباكات عنيفة تجري الآن حول مجمع المباني الحكومية بوسط المدينة الذي تمثل استعادة السيطرة عليه خطوة رئيسية على طريق تحرير كامل للمدينة من قبضة تنظيم داعش الذي كان قد احتلها في مايو الماضي. عملية استعادة السيطرة على مدينة الرمادي كانت قد بدأت قبل شهر بمشاركة قوات عراقية قامت بقطع خطوط الإمداد عن باقي مناطق محافظة الأنبار، ثم السيطرة تدريجيا على محيط المدينة وغلق الطرق والجسور المؤدية إلى وسطها. سيطرة تنظيم داعش منتصف مايو الماضي على مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار كانت خسارة كبيرة في المعارك ضد التنظيم الذين استطاعوا فرض سيطرتهم على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد بعد هجومهم الشرس في يونيو 2014، علما بأن التنظيم المتطرف لا يزال يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي بالعراق وسوريا. تمثل استعادة مدينة الرمادي الواقعة على مسافة 100 كيلومتر غرب العاصمة العراقية بغداد نصرا معنويا كبيرا للقوات العراقية، خاصة الجيش الذي تعرض لانتقادات كثيرة خلال المرحلة الماضية. وتشارك قوات الحشد الشعبي في المعارك إلى جانب القوات الحكومية العراقية، وساعدت في استعادة السيطرة على عدد من المدن العراقية، لكن تنظيم داعش المتطرف لا يزال يسيطر على مدن مهمة من بين الموصل ثاني مدن البلاد والفلوجة ثاني مدن محافظة الأنبار التي لها حدود مع سوريا والأردن والسعودية. استشهد 4 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 3 من الفلسطينيين استشهدوا في 3 عمليات منفصلة أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات دهس ومحاولة طعن في القدس والخليل والسلفيد بالضفة الغربية، في حين استشهد الرابع في مواجهات في مخيم قلنديا. شجب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام يهود متشددين في حفل زفاف بالاحتفاء بحرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة وعائلته في قرية دوما جنوب نابلس
بالضفة الغربية في يوليو الماضي. كانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد بثت لقطات ظهرت فيها مجموعة من النشطاء اليمين المتطرف في حفل زفاف، وأحدهم يرقص فرحا ويطعن صورة الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة، فيما يلوح الآخرون بالبنادق والسكاكين وقنبلة حارقة. وقد استشهد الرضيع علي الدوابشة الذي يبلغ من العمر 18 شهرا، ولحقه والده ووالدته بعد إحراق متطرفين يهود لمنزلهم في قرية دوما بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في 31 من يوليو الماضي. قتل شخص بالرصاص في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية كارولاينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أثار هلعا بين المواطنين الذين كانوا يتسوقون ليلة عيد الميلاد. قالت الشرطة إن الحادث شارك فيه أحد عناصر الشرطة، وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع إثر مشادة بين مجموعتين دون أن تشير إذا كان القتيل قد سقط بالرصاص الشرطي أو شخص آخر خلال الشجار. يذكر أن حوادث إطلاق النار تعتبر أمرا اعتياديا في الولايات المتحدة، حيث تسهل حيازة الأسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور. في مدينة بيت لحم الفلسطينية احتفلت الطوائف المسيحية حسب التقويم الغربي في دولة فلسطين بعيد الميلاد المجيد من كنيسة المهد مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام. جرى الاحتفال هذا العام في أجواء من الحزن حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. هنا في مدينة بيت لحم الفلسطينية انطلقت احتفالات الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في دولة فلسطين بعيد الميلاد المجيد من كنيسة المهد مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام. مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم لم تكن كمثيلتها في الأعوام السابقة، فالحزن على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في رام الله برصاص قوات الاحتلال صبيحة عيد الميلاد خيم بظلاله على الأجواء الاحتفالية. لكن شجرة الميلاد لم تطفأ أنوارها أمام رصاص المحتل الإسرائيلي الغاشم، وأصر الفلسطينيون مسيحيون ومسلمون على إحياء الاحتفال السنوي رغم ما تشهده البلاد من عدوان إسرائيلي أتى على الأخضر واليابس في فلسطين أرض الأنبياء. رسالة سلام من مدينة السلام حملها قداس عيد الميلاد من بيت لحم، نادت بالوحدة والسلام ونبذ الإرهاب والعنف. وأعلن بطريرك القدس اللاتين فؤاد طوال أن قداس الميلاد هذا العام سيخصص لضحايا العنف والإرهاب. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله وعدد من المسؤولين الفلسطينيين شاركوا أيضا في قداس عيد الميلاد بكنيسة المهد، وأعرب عباس عن أمنيته بأن يكون العام المقبل عام خير وأمن وسلام للشعب الفلسطيني يتحقق فيه حلم إقامة الدولة الفلسطينية. احتفالات هذا العام في بيت لحم رافقها انتشار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة الفلسطينية، حيث وضعت خطة من أجل أن تسير الأمور على أكمل وجه لتجنب وقوع أي أحداث عنف محتملة تعكر من صفو الاحتفال الذي تشارك فيه طوائف من مختلف دول العالم. احتفلت الكنائس الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وأقيمت قداسات العيد بمقر كاتدرائية سيدة العذراء بمدينة نصر. واختتم بطريرك الكاثوليك كلمته برفع الصلاة من أجل أن يعود العدل والسلام المفقودان للعالم، مرسلا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة محبة وتقدير. احتفالا بعيد الميلاد المجيد أقامت الطائفة الإنجيلية قداس صلاة العيد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، وسط حضور من مختلف المسؤولين على رأسهم مندوب رئيس الجمهورية. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه بالحضور السيد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية. شكرا أستاذ محمد. تهنئة متواصلة من كافة الأطياف إلى الإخوة الأقباط في كلمات تعبر عن مدى المشاعر بين مختلف أبناء الشعب. احنا شعب واحد وإن شاء الله يعني دايما مع بعض، ولازم طبعا نيجي نهني الإخوة المسيحيين النهاردة على عيد الميلاد المجيد،
وان شاء الله يعني نكون قدرنا ان احنا نوصل رساله ان احنا شعب واحد وان احنا حاجه واحده. مصر في حاجه الى تضافر جهود ابنائها، اتحادهم مع بعض. شوف الاعياد اهي بتتحد مع بعض للمسيحيين ولاخواتنا المسلمين، فدي انا متهيألي يعني بشاره مفرحه وكلمة إن الأعياد كما تتلاقى هكذا ينبغي نحن أيضا نتلاقى على الخير. أن يخفف كلمات الحضور تضمنت أمنيات خلال العام الجديد على أن يعم السلام والأمن على مصر والمنطقة العربية كلها. تختلط مشاعر الفرح بالاحتفالات هذا العام بين المسلمين والأقباط، فعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف يرسم صورة لتلاحم شجرة الكريسماس وحلوى المولد بين المصريين لتعبر عن وحدة وترابط لا ينتهي. رمضان المطعني، النيل. ختاما هذا تذكير بأهم العناوين. خلال اتصال هاتفي، رئيس السيسي يقدم التعازي لخادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادث حريق مستشفى جيزان العام. الجامعة العربية تدين التواكل التركي في العراق وتعتبره اعتداء على السيادة العراقية وتطالب بسحبه الفوري دون شروط. استعدادات لخروج الألاف من مسلح داعش وجبهة النصرة من مخيم اليرموك في دمشق بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة. نهاية العناوين، نهاية نشرتنا الإخبارية، إلى اللقاء.